بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن فعل واتساب الأعمال برقم الهاتف الثابت. طبعا ينفع واتساب الأعمال للأعمال التجارية، إذا كنت تملك محل، إذا كنت تملك شركة، مؤسسة. كذلك ينفع للمعاهد، للمراكز، للمدارس، أي مكان يتوفر فيه رقم هاتف ثابت فواتساب الأعمال صالح له، بحيث يصبح في جوالك رقمين: رقم عليه واتساب ماسنجر وهو الخاص بك، ورقم واتساب الأعمال وهو لعملك التجاري أو لعملك الخيري أو لعملك الاجتماعي، أي شيء. طيب ندخل الآن للواتساب للأعمال حتى نريكم طريقة تفعيله على الهاتف الثابت، الهاتف الأرضي. بعد ذلك نضغط على الموافقة والمتابعة، بعد ذلك نضغط على عدم السماح. طيب استخدم رقم الهاتف في تطبيق واتساب. لا طبعا أنا بستخدم رقم ثاني، لأنني سوف أضيف ماذا؟ هاتف الثابت. بعد ذلك الآن نضع رقم الهاتف الثابت، طبعا الدولة هو أعطاني إياها. الآن رقم هاتفك، الرجاء تأكيد رمز دولتك ثم إدخال رقم هاتفك. هنا رمز الدولة، طبعا المملكة العربية السعودية معروف أنها 0966. الآن نضع طبعا هذا رقم الثابت لدي، ثم بعد ذلك نضغط على تم. طبعا تأكد يقول لك ان الرقم صحيح، اضغط نعم، جار التحقق من. بعد ذلك اضغط على اتصل بي، والان سوف يرن الهاتف الثابت ونأتي بالكود ونضعه هنا، طبعا 6 ارقام. بعد ذلك تخرج هذه الصفحة، طبعا نضغط على تخطي الاستعادة. بعد ذلك هنا الآن نضع اسم النشاط وكذلك الصورة، نضع فئة النشاط التجاري، طبعا فئة النشاط التجاري مثلا خلينا نقول مثلا تعليم، اسم النشاط التجاري طبعا الشبح للمعلوميات. طيب أضف صورة هنا، نختار أيضا صورة الشبح. ثم نضغط على تم. بعد ذلك كما ترون الآن أصبح الواتساب الأعمال جاهز للعمل. طبعا انظر على في أعلى الشاشة لبدء دردشة جديدة، يمكنك الدردشة مع جهات الاتصال التي لديها واتساب على هواتفها، أخبر صديقا عن واتساب الأعمال أو بدء المراسلة. العموم كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.